طبعا كثير مننا لا زال يشتغل من البيت ومعظم الوقت التزاما باجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا، وهذا الشيء ممكن يخلق ضياع عند الكثيرين لانه المكان اللي بناكل ونشرب ونجلس مع الاهل فيه هو نفس المكان اللي نشتغل منه، وفي رمضان اتلخبطت ساعات نومنا واكلنا وعملنا، والان هو الوقت المناسب عشان نعيد كل الحسابات ونرجع ننظم ساعات العمل والراحه. طبعا معظم الابحاث تاكد انه الانسان عشان يرجع للروتين بعد تغيير سواء لسفر او اجازه او حتى بعد شهر رمضان محتاج يبدا يجهز نفسه من بدري، لكن خلينا نفرض انه الشخص ما بدا بتنظيم وقته وحياته في اخر رمضان واليوم بيرجع للحياه والروتين والعمل. اكيد الاجابات اليوم بتكون مع الدكتوره ولاء الشحي، كاتبه ومدربه في تطوير الذات والوعي. دكتوره ولاء، بدايه عيدك ونتمنى لك عيد فطر سعيد مع العائلة والأحبة. صباح الخير يا دكتورة، وايد وايد مشتاقين. أنا أكثر والله، أولاً يعني هاي فرصة جداً سعيدة لي أني أعيد عليكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وأنتم بصحة وسلامة، الشعب السعودي أكمله والعالم بأكمله بهاي المناسبة السعيدة. وأنتم بصحة وسلامة. موضوعكم اليوم صراحة جداً مهم، جداً جداً مهم. والله مهم لأنه أكثر ناس تعبانين فيه أنا وخليل، لأنه صحيح. فجأة من دوام رمضان لعيد وفجأة صحيان بدري ودوام وبرنامج. صحيح. فدكتور صح. بداية، هل صحيح إنه الإنسان عشان يرجع يرتب حياته بعد رمضان لازم يكون عمله هو الأولوية الأولى؟ احنا خلنا نقول اول شيء مش ان عمله، احنا انا بتكلم بشكل عام ان لايف ستايل يحتاج لصحتك اولا. اي فيعني احنا وضعنا في رمضان كان في سهر شوي، كان في يعني جلستنا في البيت، الدوامات كانت اخف، الامور في حياتنا كانت شوي مختلفه، اللايف ستايل نفسه كان مختلف، فالاولويه انا قبل العمل انا اقول الصحه. يعني صحتنا حتى احنا الحين نحب نفكر في مناعتنا اكثر، فأنا أقول أول شيء نبتدي بالصحة، لما إحنا ننام بشكل مناسب وفي وقت مناسب وعدد ساعات مناسبة، نهتم بشرب الماء بطريقة مناسبة، لما نعدل الساعة البيولوجية لجسمنا عشان ننام من يعني في وقت معين وإن إحنا نستيقظ في وقت معين، يعني هذا كله بيساعدنا أكيد إن إحنا نبدأ بنظام حياة للايف ستايل يعني مناسب لنا وصحي. الشيء الثاني ان الانسان لازم عشان يكون لايف ستايل صح ماله وحياته صحيحه الاكل، يعني انا اشوف بعد اهتمامه بالاكل مش بس ان اولويه العمل، لان المشكله دكتوره يعني انا اليوم مو قادره اصحى وافطر، يعني احنا متعودين ناكل الساعه 7 اول وجبه لنا. نعم. ففكره انه اصحى بدري الساعه 8 وافطر هذه مو قادره، يعني جسمي مو متقبل هذه الفكره لسه. احنا ناخذها مثل اللي تقولين تدريجيا. أيه. يعني لما احنا مثلا دخلنا على رمضان ما يعني كان في بعد تدريج، يعني في شيء تدريجي شوي شوي تعودنا على الصيام وابتدينا نصوم. نفس الشيء الحين بالنسبه لما رجعنا لحياتنا الطبيعيه، يعني ما بقول لك اول ما تقومين الصبح على طول روحي وخذي الفطور الكامل، لا ابدي بشيء تدريجي، يعني مثل ما نقول اذا بنشرب شيء دافي الصبح بناكل شيء خفيف، بعد فتره ناكل شيء اخف شوي، يعني هذا كله يساعدك إن شوي عملية استقبال الأكل للمعدة تكون بالتدريج. حتى إحنا يعني في السنة لما في أول يوم العيد إن إحنا لازم نقوم الصبح ناكل بعض التمرات وشوي ماي. لا توصل يعني الحريص دكتورة، يمكن إحنا كشباب ناكل وإحنا نايمين بعد ما عندنا مشكلة. لا لحم مو تمر، لحم تصير على لحم على طول.